أول ما حطينا اسمك على يوتيوب نتائج البحث اللي طلعت لنا سمية الخشاب تركس إغراء، ده تاني واحدة سمية الخشاب رأس، سمية الخشاب ساخنة في حين ميسرة. ده انتي متابعة نفسك جدا، أنا عجبني إنك متابعة. انتي مش عارفة الموضوع ده عملني مشاكل. يعني مرة أنا وحد من أصحابي قاعدين بنكتب سمية الخشاب، تعالي نشوف هيطلع ايه. طبعا صريخ ضحك صريخ، سمية الخشاب زي ما قلتي قبلات ساخنة، سمية الخشاب مشاهد مثيرة، سمية الخشاب ترقص، سمية في ايه؟ يعني هو كل المسيرة اللي انا عملتها دي ما فيهاش غير سمية الخشاب قبلات ساخنة وسمية الخشاب ترقص يعني اللي حاطين المقاطع دي هم اللي مختارين المانشيت بتاعها. طبعا وصعب جدا تشيليها من على يوتيوب، ودي مشكلة مش انا لوحدي، هتلاقي كتير جدا من الفنانين كده، بس انا اكتر شوية يعني، فبقعد اضحك طبعا يعني هعمل ايه. بس اللي شافوها شافوها عشان هم عايزين يشوفوها، مش عشان أي مش لمجرد كلمة ان حد حطها. اي كلمة مثلا هتلاقي حد سمية الخشاب مشاهد سخنة، هتلاقي الدنيا كلها داخلة تشوف ايه المشاهد السخنة. هو الناس كده عندها حب استطلاع، الناس عايزة تشوف حاجة غريبة، مش عايزين يشوفوا سمية الخشاب رقيقة. طب في مشهد المشاهد اللي هم حاطين عليها العناوين دي او اللي هي المرفوعة بالعناوين دي مشاهد سخنة ولا لا؟ اكيد في مشاهد سخينه واكيد في رقص يعني، اكيد ازاي لانه حين ميسره كنت لابسه بدله رقص وبرقص، ده دوري في فيلم. في مشهد مع هاني سلامه في خيانه مشروعه، مشهد انا وهو مشهد حب، طيب ما يكون مشهد قبلات سخينه، طب اعمل ايه يعني؟ فيلم انا عملته ومشاهد عملتها. بتصنفي نفسك او بتشوفي نفسك ممثله اغراء؟ مش رايي، ده راي الناس، إذا هم شايفيني إن أنا ممثلة أغراء فخلاص هم حرين. قلتي مش هعمل الأدوار دي تاني لأن جمهوري بيزعل مني. أكيد قلت كده صحيح. مرات بيبقى الدور محتاج إنك تعملي مشاهد معينة، بس أنتي من جوه بتبقيش حابة ده قوي، ده أنا حسيته، وصلني الإحساس ده. ما شفناكيش ليه بطلة أفلام تاني بعد ما قلتي كده؟ يعني ايه بطلة افلام تاني؟ يعني ما شفناش تاني بطولات افلام لسمية الخشاب بعد الحوار ده، بعد الجمله دي. لا بالعكس، بس انا قعدت فتره ما اشتغلتش سينما لانه حصل لي زي ما انت عارفه زياده وزن وكنت تعبانه شويه، فقعدت فتره ما اشتغلتش سينما. يمكن اشتغلتي مسلسلات بس وما اشتغلتيش سينما. ما كانش كمان، كان وقتها جت فتره ما كانش في مواضيع كويسه بتتعرض وما كانش في حاجه كويسه، فما كنتش بشتغل حاجه مش مقتنعه بيها. قلتي في نفس الحوار لما كان الكلام على قبلة مع هاني سلامة أو قبلات مع هاني سلامة، قبلة واحدة واحدة يا مولا خلاص، هي كانت واحدة وخلصت وعدت الحمد. قلتي في نفس الحوار، هي واضح إنها ما عدتش طبعا، بس قلتي في نفس الحوار المخرج هو اللي بيعمل اللي هو عاوزه، وإنه الفنانة إذا قالت لأ أو اعترضت أو رفضت هيبقى فيه مشكلة وبرضو هتصور، وكلام المخرج هو اللي هيمشي. الفنانة غادة عبد الرازق في نفس الفيلم رفضت ان هي تتباس. لا ما حدش بيرفض حاجة. لا لا لا، وجابوا دوبلر اتباست بدلها. لا لا لا، ده ما حصلش. هي على نفس الكرسي ده قالت كده. ما عرفش ايه الحقيقة فين، بس هو خالد يوسف ما حدش ليه، طب ما يعمل مشاهد تانية اكتر من البوس يعني. بس هي قالت ان هي اعترضت على مشهد البوسه، انا مش فاكره حاجه زي وطلبت كده. من الاستاذ خالد يوسف انه هي ما تتبس وان هو يستعين بدوبليره وهو تفهم ده. انا مش عارفه بصراحه، مش فاكره حاجه زي كده، لانه اصل احنا ما بنصورش مع بعض، كل واحد بيصور مشاهده في ايام غير التاني، فما تقدريش تعرفي زميلك صور ايه او زميلتك صورت ايه. يعني في الاعتراض مقبول، يعني ممكن يحصل، مش عارفه يعني صراحة. ممكن يحصل انه نجمه تعترض. طبعا من حقك ان انت تعترضي، بس ما انا زي ما انا قلت، لا مش كل المشاهد. في مشاهد تنفع تتصور. لا اللي غاده قالت عليه ده انا افتكرت دلوقتي، ده مشهد ما كانتش قبله يعني، كانت حاجه تانية، كان وضع تاني كده في مشهد، وهي اعترضت فجاب تقريبا بدلها حد يعمله. لكن في حاجات بتبقى الكاميرا عليك، ازاي هجيب دوبلير وانت في فاصل الكاميرا؟ ما ينفعش. الكلام ده معناه ان احنا مش هنشوف سمية الخشاب في مشاهد ساخنة تاني؟ لا مش فاهمة يعني. بصي، فكرة المشهد الساخن، في مشهد ممكن يبقى يدي حق، طب ما انا عاملة
في فيلم هينزل قريب اسمه ليلة كبيرة للمخرج أستاذ سامح عبد العزيز، وعاملة فيه مشهد ما فيهوش حاجة، بس هو انت تفهمي منه ان حصلت حاجات كتير قوي بعدها، وهو ما عملتش اي حاجة فيه، ما عملتش اي حاجة سخنة يعني. بس في مخرج له طريقة، كل واحد له طريقة يعني. في مخرج بيحب يبين ده صراحة، وفي مخرج بيستعيد عن ده بمشهد يعبر بيه عن الورق او عن اللي هو عايز يوصله للمشاهد. لا انا بتكلم عن تصريحك لجمهورك. اكيد انا مش هعمل ده تاني طبعا، اكيد مش هرجع في كلامي يعني.